والله عندي 3 شهر من بداية الحديقة، وبديت عشان خضارنا يكون متوفر والتغذية حق الشفاعي عشان تكون صحية. These home gardens are very vital for producing some nutritious vegetables that mothers are using to feed their babies. Out of these 500 mothers, the majority of them have reported that they have managed to grow some healthy vegetables, despite all the challenges that they met. زرعت البامية والقرعة والعجور والرجلة والجرجير، خضروات كلها متنوعة، وكل صباح أعمل بها طباخة لأطفالنا لكذا تفيدهم شديد بالفيتامينات وبالخضروات المتنوعة عشان الأكل كل صباح يكون عندهم أكلة متغيرة. In this training, we collaborated with other partners in order to have a very good quality training for the mothers. بوجه رسالتي لكل الناس قاعدين في منطقة مقطوعة من الخضار ومن الموية وكذي، هم يجربوا زي الفكرة حقتي دي ويشوفوا خضار